ويوفر الباعة الذين يأتون من مختلف الولايات احتياجات الأطفال للعيد من الألعاب والملابس وزينة العيد والحلويات، وآخرين يعرضون المأكولات العمانية والمواد التموينية التي تشكل أساساً للعديد من الأكلات العمانية التي يتم تجهيزها للاحتفاء بالأعياد، وتشكل تلك الهبطات فرصة للعديدين لقضاء أوقات ممتعة خلال فترة النهار، مما يضفي جواً ممتعاً يزيد من بهجة العيد وفرحته. خالد بن فريش بن ناصر بن فريش الحبسي، أقدم تهاني لجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله، وأقدم تهاني للوالدة والوالد والوالدة، وكل عام وأنتم بخير. الاسم كامل سعيد خلفان سعيد الضامري، أقدم تهاني إلى صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم، وإلى الوالد والوالدة، وإلى كل الأصدقاء، وكل عام وأنتم بخير. أنا رشدي بن فريش بن ناصر بن فريش الحبسي، أربعة تهاني لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وإلى الشعب العماني، وإلى الوالد والوالدة، وكل عام وأنتم بخير.